كان مكان مش كيما كل مكان ولهو زادا كان يا مكان كان مكان عشق يتزين يتدلل ويتغنج كل نهار مكان يتجدد يتغير يزيد سحر وجمال لا مانيش نحكي على كان الفرنسية نحكي على كان متاع تونسنا البية كان المركز الثقافي والقرية والإقامة العائلية في منطقة بوفيشة من ولاية سوسة 65 كيلومتر تقريبا على العاصمة تونس وسط الخضار والوسعة تأسست كان من 1984 كل شيء فيها مميز حديقتها بنافورتها والبط يزين صحتها كراسيها تمثلها بيوتها وأثاثها فضاء مبني ومزين بحس كبير وضخامة عالية وفيانة لمسة سحرية جمعت بين الحداثة والأصالة كان مركز مفتوح لكل العروض الموسيقية والفنية ومفتوح للعموم للإقامة والترفيه في ضيعة عائلية فيها الحيوانات الأليفة والماكلة الصحية البيولوجية كان اللي زارها مندمش فيها بالك يرتاح وعينك تشبع جمال كان فضاء من الأحلام ياسر مزيان كوسموس اليوم الجمعة غدوة السبت وبعد غدوة لحد الويكند متاعكم بتنجموا تعديوها في المركز الثقافي المميز كان والإقامة الجميلة اللي كنا